بعد صراع مع المرض رحلت اليوم عن عالمنا الإعلامية المبدعة والإذاعية الكبيرة أمال فهمي داخل مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 92 عاما، رحمه الله تعالى وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان. ورحلت ملكة الكلام، رحلت الإعلامية المصرية أمال فهمي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 92 عاما. ولدت آمال فهمي في عام 1926، حصلت على ليسانس أداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، عينت بالإذاعة المصرية عام 1951 لتقدم أشهر برنامج إذاعي في تاريخ الإذاعة حتى الآن على النصية، الذي استمرت إذاعته على مدار 50 عاما. وعلى الرغم من دخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، فإنها أخذت قرارا بإيقافه عام 2014. آمال فهمي تقدم لكم على النصية، فهي أول من أدخلت الفوازير في الإذاعة العربية مع بيرام التونسي ثم صلاح جاهين. فوازير رمضان كانت من أهم من ساهم في دعم الأعمال الخيرية على مستوى مصر، حولت تحقيقاتها الصحفية إلى إذاعية ونالت جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة. التقت من خلال برنامجها الكثير من الشخصيات المهمة، منهم رائد الفضاء الروسي جاجارين، كما كانت أول سيدة ترأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، ثم وكيلا لوزارة الإعلام فمستشارا لوزير الإعلام، وتولت منصب مستشار الإذاعة في فترة الثمانينيات. فلا أحد ينسى صوتها العذب المميز، فجميعنا تربى عليها، ومكنها أرشيفها الكبير من احتلال مكانة مرموقة داخل الإذاعة المصرية. فوداعا أمال فهمي. إسراء سعد، الحياة الآن.